والله يا أخي هذه ربما تكون مفاجأة الحلقة، نعم وهذا الكلام أنا ربما لأول مرة يعني أتحدث عنه. على كل حال، شوف، في 2000 قبل الانقلاب، عشية الانقلاب في تركيا، يعني قبله بأسابيع، كنت منشغل بسلسلة أبحاث عن تركيا، فاصطدمت بمعاهدة لوزان. فتشت على معاهدة لوزان، لم أجد لها نصا باللغة العربية على الإطلاق، لم أجد لها أي ترجمة تذكر، ولا أدري ولا أعرف، وسألت عشرات يعني الزملاء والدكاترة والمختصين، لم يعرفوا عن معاهدة لوزان إلا الاسم وانهيار الخلافة. عندما تسأل تقول له والله ماذا تعني لك معاهدة لوزان، يقول لك انهيار الخلافة. طب غير هيك؟ قال لك لا نعرف. حتى قلت له طب هل تعرف هل قرأت نص المعاهدة؟ قال لا، لا بعربي ولا بإنجليزي ولا بفرنسي. قعدنا نفتش، لما حصلت على النسخة الفرنسية لمعاهدة لوزان، فوجئت فإذا 180 صفحة، 100 عام لا الأتراك ترجموها للغة عربية مثلا، ولا العرب ترجموها للغة عربية، ولا كل كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية أو الاجتماعية أو الدينية حد ترجم المعاهدة على الإطلاق. طب هذه كارثة. نعم فقمنا نحن في منتدى المفكرين المسلمين بعملية ترجمة لها، وهي جاهزة للنشر، لكن ما زال ينقصنا شيء، لأنه عندما يعني بدأنا نعمق البحث في معاهدة لوزان اكتشفنا كارثة أخرى تتعلق في لوزان، وتكشف عن أن الأمة تعيش في ظلام دامس منذ 100 عام، بل أنها أرشدتنا إلى قضايا معاهدات كثيرة واتفاقات كثيرة يجري التعامل فيها مع الأمة بنفس منطق لوزان. هناك اتصلنا مع الأتراك فقالوا لنا هناك محاضر جلسات ب5000 صفحة لمعاهدة لوزان. يعني الذي لا يعرف، الذي يقرأ معاهدة لوزان ويجد الطلاسم بها، سيجد التفاصيل في محاضر الجلسات. من العجيب أن أحد البنوك التركية مولت ترجمة المحاضر، وصدرت في نسختين، نسخة قدمها دكتور يعني مسلم يعني إسلامي، بس مش أيديولوجي يعني، ونسخة قدمتها يمكن صحيفة دكتور من صحيفة حريات أو من العاملين في صحيفة حريات التركية. قاموا بعملية تأديبها بحوالي يعني 800 صفحة أو 900 صفحة يعني في النسخة الواحدة، لكن طبعا ترجموها للغة التركية، لكن لم يترجمها أحد للغة العربية. ليس هذا فقط، الكتاب التركي في اللغة العربية مش موجود، والكتاب العربي في اللغة التركية أيضا مش موجود. يعني هذا يسجل يعني على الاتراك، بالرغم انه لهم جهد يعني ضخم جدا في التواصل مع العالم العربي وفي التواصل مع العالم الثاني، لكن لا يكفي للاتراك ان يتواصلوا مع العالم العربي بحثا عن الشرعيه الدينيه او الشرعيه التاريخيه او المصالحه.